طيب قسما بالله والله العظيم سلوني انا والله يا جماعه اني كنت اتابع نسخته كنت معجب في شخصيته الين اول يوم في زد رصيدك اول يوم كرهته عادي قولها يوم شفته يا ريجي مشيته ومجينا يلا يا ولد تقول عسكريه وينفخ يوم جيت ودخلت وينزل ثوبي فتشني وحط عينه علي دولابي ينفضه يا الربع بعلمك محمد شفت بدر معي في النسخه فهد والله فهد والله بعلمك سالفه ما تعرفها والله جاني فهد جاني احمد الطحين قال اصور تقرير وروح للمسرح سلام السلام عليكم مرحب. السلام مرحبا 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 ابو العزيز روح المسرح نصور عند احمد عبد الرحيم قال احمد عبد الرحيم روح 10 دقائق وتعال وانا اجي مع الباب الرئيسي ادخل على الغرفه يوم دخلت له ناطح ايش تسوي هنا قلت اصور عندنا قال في عيدك قلت يا ولد فكني ما كان مع ادب ذا البرنامج وجنن علي شافني كذا هو وسخ هو يعرف شاف الشد نزل شافني كذا قلت تعال خلاص مسلطان وش فيك مسلطان نمشي منك الجوال مخباي يا ولد نمشي منك رايحين وهو سابقني بخطوة وما يلتفت هو يمشي كذا وأنا وراه هو سابقني بخطوة في رجال ناطحنا يا سلمان وأنا أطلع الجوال وأحطه وراي هو يلقط يحط المخطوة يروح طيب والله لا وقفة أقدر أذكر اسمه ترى من هو يسلم أذكر اسمه شيمون إيه والله أنا أقول له خذيتك فينا والله مطيب رأس والله رجال بعد وتجي وتدخل كنترول ويوم صد مني وأنا أعود وأخذه من شيمون الله يكرمكم وأحطه جزء وراح أزور تقرير ثاني قال وقت الحين قلت ايوه خلاص يجي فتش وفتش فتش معينه انجرط انت من فهد ترى احيانا هذا اعتراف يا ابو ترى احيانا يهوش لك ترى والله العظيم كنا يدري بس مخليك اساس بالله تدري ابو لا والله لو يدري ما يخليك والله زينه مره دخلت انا وهذا طالعين مستشفى ورجعنا مزبن جواله فوق اللمبه اللي في الدولاب قالوا كذا دخلنا اللي جايبينه يصلح لمبه اللي هو حاط السلم عند اللمبه ذي حقه الجوال واجيب ما انا ادري ايش نسوي ايه قلت بسم الله عليك انزل انزل هذاك ما ادري ايش السالفه قلت انزل لا تطيح ايش عندك طالع فوق لمبات كهرب خطر قال ايش في قلت انا بكفيك انا شغال لمبات ميكانيكي انا قلت لك ربعي قال انت متسابق ما ادري شلون قلت لا شغال لمبات اللي هذا طالع فوق الدولاب طلعت فوق الدولاب قال هذا ايش يبي طيب قلت هذا بيشتغل لمبه ذيك ولا لمبه ذيك اي والله الربع واقعد اقنعه انزل ويطالعنا واقول هذا يا ولد ترى بيدق عليهم لان انا العمال هنا قلت اكيد انهم عارفين الكفت اي دبامي قالوا هذا يوم رقى فوق صفق اللمبه ما ادري شلون قامت تلعب وتروح وتجي والجوال فوقها انت سويت شلون انت كنت تسولف معه وقلت تعطيه اللمبه وانا ازرق واخذه اي اجمع اسلاك ولمبات اي والله ليتها على الهواء يا ريدي انا رجع كان بيجي فيها وقف الخوي حتى ابو ماجد وصلت مبتغاك يا فهد يوم كسرت لي العصايه اليوم وصلت مبتغاك فهد حتى ابو ماجد جاوب قال ميدا فيصل يفتش ما ادري ايش يفتش يقول ميدي فيصل ابو ماجد معطيني ظهره وانا ورا ابو ماجد فين في سيب الحمامات الله يكرمكم فهمت اكرم ملاك السامين وفيصل هذان يقول انا خلاص ما عاد ابغى البرنامج كل ما جيت لكم تفتشوا يقول بري الولد كل ما جيت الا انت تفتشوني خلاص يا الله طفشت من حياتي المهم يا طول عمر السلامة يقول ميدا يشلي يقول اوكي وابو ماجد فتش فش اللي ما لا فيصل يقول فقل يا ابو ماجد صل على النبي الولد عنده حاله نفسيه اوكي راح ما دريت ايش اقول عرفت ما دريت ايش اقول قلت الولد عنده حاله نفسيه ويشد مع بعض الاحيان فيقول ميدي ابو ماجد لا انا سمعت جواب الحمام مع فيصل ترى رجال الولد عنده حاله نفسيه مو مبسوط فيصل هذا بيقول ميدي الولد عنده حاله نفسيه قال ابو ماجد رجال خلنا نروح اخذ علاج ابعد مني ابعد مني واجي وامسك ابو ماجد نص ساعه راح يسبب لي جوال يا ابو ماجد الوضع مو كذا الولد تعبان حاله نفسيه طلع عندنا الحاله النفسيه ولا عندك شيء اول انا اول ما دخلت الاستديو ترى ما كان يدانيني ما يدانيني ولا ذا الحين ظني وجيت اخر واحد في القناه بس حليله وناس في غطرتي وين حاط الجوال في الغطره اللي في الاستديو طلعها قال هذه غطرة قال كل المسابقين يدخلون انت قد ودخلني الغرفه انا معي دبابه مو شنطه يا ولد فيها قش وايد ايش ما نحط فيها جوال
ويفتش ويفتش اول يوم يفتش ايه قال والله ثم والله انه معك جوال. كنت ما معي جوال. قال والله العظيم معك جوال. يطلع ليش يحلف احد يطلع انا اول يوم لي في البرنامج حسب الخبر حاجه ما يبر مسكت معك الجوال ادري في حد ببلش عليك قاعد في ذمه والله لا ما طلع قولا والله معك جوال. انا ماني بشمس شارقي بمساحه القريه 20000 ويوم واحد مسلمك سلمك تسليمه صح. ايش دراك عن فيصل يوم مش هذاك اليوم يوم مش فيه. يوم زبنا الجوال وقال لك انا تعبت بنسحب مدري شنو ايش دراك انه معه ما بلوس علي. لا هو لقاني انا بسالك فهد تكفى سؤال. شوف انا ماني لزك عبدك لا انا اذا شفتك ما لزك عبدك بس بعرف من سلمني معلم انا صدري ما مصادر يعني في احد معلم من اخويا انا يمكن جالس معكم في احد معلم يعني ترى كل النسخ زي كذا طيب مستحيل اداره تجد مملهي اسلم مستحيل لا لا والله انا بعرف كيف دار انه غترتي في بيجي كشفها اي هو طلع الغتره طلع الغتره بس ما لقى الجو يعني ما لقى الجو انا كنت ناس الغتره وحذفتها يوم دخلت خلاص ما عاد احتاجها جاء وطلع كان قطعتها طلعها و يمكن تفتيش الجوال طلع بعد اسبوع وانا اقول لي فتش دولاب يا ابو ملهي ما فتش الا دولاب لان الدولاب حقي دولاب لا انا يوم انه خلاص حسيت انه بيطرح مثلي والله ما دخل انا يوم حسيت انه بيطرحني قلت انا لازم اعطيه ولا ما قلت ابو محمد انا عاني من ضغوط وذا انا الحقيقه معي جوال قال على ما تدخل البث نجيب الجوال والله وعلى الحرام ما تدخل البث نجيب الجوال وراح انا قلت يعني لا قلت له كذا بيسامح والله ما يسامح اكو يسلمك فقرة بلفة اصبر يا ابو محمد انت تقول قبل شوية ليه ما تدخل الجوال ليه ادخل الجوال ليه صح انا جيت للمنافسة ليه ادخل الجوال للواقعية تبي تعيش واقعية ابغى اعيش واقعية تتخيل جوال يلهيني على الناس يلهيني على طيب ليش تاخذ اسلم ليش تجيني ليش تجيني اسلم دقيقة ليش تجيني تاخذ جوالي يمكن انا اللي ليش تجيني تاخذ جوالي تقول ابي جوال ابي جوال ابي جوال يا اخي اهلي ابغى ادق عليه طيب ليش تاخذ اليوم جيت اصور في يوم التاسيس اخذت جوالين يا اخي برضه حتى يوم ابارك لابوي والله اللي جاي يصور والله رجعت كم عطني يا بس عد الدوالي بنص ساعه انت هنا تتصيح علينا لا تعلمون لا تعلمون تسلم نفسك مقدم لا لا انا مدير عمليه ثاني مقدم انا اعطيك انا اسمح لك تجيني تستاذني ابغى جوال اقول خذ بس انا نايم مدير العمليات انت اول بدايه برنامج تجي توقف جنبي اقيمك لا شكلك مو يلا خذ لك برنامج لا لا روح اقيمك هو ما اقيم هو بس مقدم بس الله يا عيال انت عانيت لا بس بعد سقطت سالفه والله على كثر ما عادى وعلى كثر ما حارب فهد ما كنت ليش ليه بيني وبينك ما كنت صار شد اخ نهار ماشي ماشي تمام ماشي معي تماما طيب انا قايل له ما بعد دخل القريه ليش ما دخل القريه ليش متسلط عطني ليش متسلط علي انا سؤال بسيط انا متسلط في واحد قال لا يا اخي كل اللي ما تات فهد خلنا كنت مشاغب انا فهد يا سلام فهد مدير من الزملاء جاب الرجال والله العظيم سلام لا والله العظيم نبي جواب فهد نبي جواب صدق بسالك سؤال ما متصرف كنت ترى على اثر ملابسك ملابس مساعد ملابس انا وعشان لا لا اترك الجو اترك الملابس ليه انت كل انت حاط عينك هذا مع جوال لانك تبيع اخويا ما بعت احد يعرفك ها هو يشوف بيع فلان يطلع يدخلكم في الروم يسلم الشباب يسلم متى بعت؟ والله ما بعت ابنه دغش هذا ما انساه وش دغش؟ حزني على دغش طيب انت ليش هذا ابوكم قول لي مساعد 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 تذكر لا 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 حق ربك رقم يا عمك 13 اطلع دغش وشو وشو ينطلع الدغش دقيقه ازعم ازعم والله تقصب على واحد هذا ما فيها واحد ريت يا ابو وبعدين قول انا غلطه ولا ماني غلط بس مبروك لازم تاخذ هم يبغوا يطلعوا بدر اقدم بس حطها براس اصبر اصبر مثل اقدم اكثر واكثر ناس خدمه هنا الأقدمية عندكم حلو هلا والله ارحب الان جو الشباب قالوا لازم تخصم على واحد البراين احنا نسولف حبيبي لا ما غاب مثل المشعل الا باسمه